انا واقفه عند اسم بدر بنون وعايزه اتكلم معاك في ده، وعايزه اقول انه صعب جدا وضغط عصبي جدا على لاعب انه يكون اول مباراه رسميه ليه مع الفريق الجديد اللي بيلعب فيه تكون مباراه نهائي، ونهائي بطوله وبطوله مش صغيره، وكمان انه يشوط ركله من ركلات الجزاء. ده ضغط كبير جدا، ولكن الحقيقه بدر بنون وان كان من البدري ان احنا نحكم عليه، ولكن اللي اظهره في المباراه دي والثقه بالنفس اللي شفناها دي تدل على انه صفقه كبيره، وانه دايما زي ما بقول هو جاي من نادي كبير قوي لنادي كبير وهو الاكبر في افريقيا. اعتقد ان احنا هنشوف مستوى كبير من اللاعب ده يا احمد، اللي دايما بيقولوا عليه انه قائد في الملعب، وشفت ثقه في النفس كبيره منه، شفت الكره طالعه منه عارفه هي رايحه فين مظبوطه جدا، ومفيش ميس باسز كتير ابدا. انا شايف انه الصفقات كلها اللي جت سواء عوده المعارين او الصفقات اللي نجح الاهلي في انه يحسمها، طاهر محمد طاهر وانت عارفه يعني بشكل شخصي اعجابي بطاهر ازاي، بدر بنون، احمد بيكهام، وبإضافة للخمسه المعارين اللي رجعوا شايف ان هم بيكهام هنقعد نتخانق كتير. فحقيقه يمكن طبعا وانا يعني من الناس اللي تألمت جدا لاصابه طاهر في مباراه نهائي الكاس، وهو راحه وان شاء الله يعني يرجع مع الفريق في اسرع وقت ممكن. جماهير النادي الاهلي مستنيه من الصفقات الجديده كتير، وخصوصا ان الموسم اللي جاي زحمه جدا، وكالعاده ان شاء الله باذن الله جماهير النادي الاهلي ما عندهاش انها تتنازل عن اي بطوله تدخلها.